الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. بالأمس نهنئ بعضنا بدخول رمضان، وها نحن في هذه الأيام نعزي أنفسنا بختامه وانتهائه وانقضائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من المقبولين في رمضان، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. كما نبارك لكم دخول هذا الشهر الفضيل وهذا العيد الكبير، عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، ويجعل هذه الأيام أيام مباركات، وأن يجعلنا من مقبولين في كل الشهور. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين المسلمين على صيام ست من شوال، فلا يخفى على أمثالكم فضل هذه الست، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. بارك الله في الجميع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.